وهالمرة نادين مو وحدها، هي راح تقدم لكم ضيفنا الثاني. أهلاً وسهلاً بكم أحبتي مشاهدي برنامج ذا ناي شيفت. اليوم ويانا ضيف جديد على الساحة، عمر جديد على الساحة، مرتبك سترسم من البارحة واليوم، كل ساعة يقول لي ماما خايف، قلت له راح تقعد يم الأستاذ ساري، راح رئيساً يصير عندك طاقة إيجابية وتنسى. ويانا وياكم علي ابني حبيب قلبي البطل علوش. السلام عليكم. وعليكم كلكم، شلونكم أخباركم ومرادكم؟ وأنا اسمي علي، ابن مال نادي الطائي. ابن مال نادي الطائي. يعني عذرون ترى يعني يا دوب العربيه عنده مضبطتها. نعم. طبعا احنا فرحانين بك علاوي، اليوم انت ويانا اول مره، وانا اعرف انه انت من زمان خارج العراق، هاي اول مره بالعراق ولا شو؟ لا هاي ثاني مره، عفت مره كنت بامريكا يعني 5 years شيء هيك، بعدين رجعت هنا. زين، وانت متابعه مع السوشيال ميديا؟ تعرف انه هي معروفه؟ يعني انا اعرف هي معروفه بس انا ما اتابعها. صح، اذا تابعت شيء تكره الحياه. تعرف ليش؟ لانه هو بالعربي انجليزي الطي، هسه لو مثلا نحكي انا والمتابعين انجليزي هيك، بس عربي انجليزي تحكي؟ لا متابعين عربي شو احكي انجليزي، هو عربي لا عربي كله بالبيت، بس هو يقول ماما ما افتهم انتم ايش تحكون، يعني هوايه حكي تحكون، بس يجيب لي كل ما افتح لايف يقول لي باي انه انا جابه ليش بس خطا، يعني يحسسني انه هو وياي. عصبيه ماما بالبيت؟ يعني من ناس يسووها يعني. لا من انت تسويها؟ دفع براس الناس. لا لا ما يعني هي مو تصيح، بس يعني صار شوي عصبيه علي، يعني اني مو اون تراك وذ هير، يعني اني مسوي شيء مو زين. شنو شغلات تشمرها بالعاده؟ ها؟ هي ما تشعر اي شيء بس ترجع بالكلينكس. بس بالكلينكس سهله بالكلينكس. نادين ابنك الوحيد. نعم. علي حبيبي وسندي ورجالي، والشيء اللي طلعت بيه من الدنيا، يعني الشيء اللي والله العظيم ما اعرف رب العالمين ايش قد تعبني بحياتي، يعني ايش قد تعبت. اوف نو 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 روحي تعال، كل مره تسويها بي انت. يعني دوم اقول له ربي ايش قد ما احمدك واشكرك انه انت عوضتني بشيء، يعني انتم تشوفونه رغم صغر سنه، بس علي ابني طبعا المشاهدين يعرفوني متابعيني، يعني انا يمكن 3/4 مسؤولياتي قلت علي من كبر، يعني هو كل شيء لي، زايدتي ناقصتي اي شيء ماما شارع قلبه كلش. لا هو مرات من يشوفني مثلا ضايجه، حنين ربيت على الحنيه، حتى هاي الحنيه ينقلها زوجته، ينقلها لبناته، فشوف اختنق صوتي حبيبي امه. فكلش يعني الله عوض صبري وتعبي وفشل زواجي بجوهره، ودوم انا رغم كل خلافاتي ويا طليق ورغم كل شيء تاذيت، دوم اقول له ربي ابعده وسعده 7 سعادات، لانه لو ما هو ما اجاني هذا البطل. لسه عندي سؤال بيني وبينك علاوي، اذا ماما تزوجت او شيء تقبل ولا لا؟ يعني لازم اشوف يعني واحد اتزوج وياه، اولا لازم يعني احكي وياه اشوفه وبعدين اقول له. تقبل يصير عندك اخوان او اخوات؟ اي اقبل، لان انا وحدي يعني ما عندي اي شيء اسوي.